السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن احنا عايزين ناخد بعض الصور فيو بوينت محتاجين نظهر سيرد بيرسون اللي هو دوت طيب خلينا نظهره وانا باجي اخد اللقطة يعني ممكن اقول له فيو بوينت قبل ما اخدها هدخل هنا في الخصائص واقول له سيتنج طبعا تقدر تضبط الخصائص اللي موجودة هنا هقول له ان انا عايز الشخص ده مثلا كونستراكشن وورك اوكي فبيبدأ يظهرولي في الشكل دوت بحيث ان انت تشوف ارتفاع الحاجات تمام ممكن تيجي هنا في مشهد اخر وتقول له طب انا عايز اغير الشخصيه ديت لمثلا دامي او انسان او اي حاجه انت عايزها طبعا تقدر تعمل انيبل للثيرد بيرسون او لا الفيور تقدر تغير راديوس والهاي بتاعتها اوكي اوكي فيبدا يظهر بالشكل دوت هتلاقي شخصيات كتيره ممكن ان انت تختار منها زي ما انت عايز اوفيس ميل مثلا فيطلع حد كده بشكل البدلة هو ده اللي بشخصية شخصية اللي هيظهر معاك كل ما بتيجي تاخد الفيو بوينت